ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حلك سرك يا ابو الشيف. خلينا نستعرض معانا الطاوله بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا. كل الحاجات دي متواجده، واحنا قلنا لحضراتكم مبدانا ودوري ان انا من بدايه الشهر الكريم يعني ان انا اخليكي تعملي سفره فيها تفاصيل كتير وفيها شكل جديد وطعم جديد بتكلفه قليله جدا. شويه لحمه مفرومين، برغل معانا، هنعمل كفته، هنعمل شوربه الحريره وهكذا. معانا النهارده طبق بطاطس انا حابب ان احنا نقدمه لاولادنا على السفره عشان نشجعهم على الصيام. اسمها في المطبخ الطلياني بطاطا ان، ده الاسم بتاعها. ايه طريقتها وايه فكرتها؟ البطاطا بتتقطع شرايح ومعانا كريمه لباني ومعانا حليب، انا هضيف لها شويه سلامي او مرتديلا، منها الفراخ ومنها اللحمه، وهنقدمها لحضراتكم. بتبقى لطيفه وحلوه، ممكن نسميها بطاطا جراتان او بطاطا ان او بطاطا صينيه البطاطا في الفرن بالسلامي. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، نبدا نشتغل فيها واحنا مع بعض كده واحده واحده. البطاطا متقطعه عندي شرايح ومعايا كريمه لباني ومعايا حليب، الحليب على النار بيسخن عشان ما تاخدش وقت كبير مني، والحليب في حاله ما هو بيسخن كده بنحط عليه شويه بهارات. هي البهارات ملح وفلفل وشويه زعتر على الحليب. ادي الفلفل وادي شويه الملح التمام وشويه الزعتر، ده على الحليب اللي احنا هنستخدمه لطبق البطاطس او لصينيه البطاطا ان، عشان اللي حابب ياكلها من المطبخ الطلياني هي بالمسمى ده، ولكن هي بطاطا جراتان انا هضيف لها لحمه بارده، ممكن تضيف لها لحمه مفرومه. ده الحليب بتاعنا اهو زي الفل جاهز كده. نجيب كسروله ازاز سريعه مش تاخد منك وقت، اسهل من عمايل الشاي زي الشيف المغازي ما بيقول. هنجيب الصينيه زي ما هي كده، وخدي مني التركايه دي عشان تدعي لي. حلو، نوسع لنفسنا كده شويه اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ علشان ادخل الصينيه دي في الفرن واستناها على المغرب ما ياذن هتاخد وقت كبير مني في الفرن. فنقوم نعمل ايه؟ عندي ميه بتغلى على النار، بنجيب مصفى ونعمل لها حمام بخار كده لا يتعدى مثلا دقيقتين ثلاثه، بس لازم تكون الميه بتغلي. يبقى احنا كده بنحل البطاطس شويه، بنحضرها علشان ما تاخدش وقت كبير. شفت انا عملت ايه التركايه دي؟ اهو البطاطس كده جاهزه، تلاحظ ان لونها اتغير شويه، وابدا ان انا ارصها كده. خلي بالك هي سخنه هنا، شفت الجو ده كده اهو. طبق حلو ولذيذ مش مكلف، اعتقد ان احنا كلنا وانت جاي من بره هات يا ابو محمد معاك شويه لحمه مرتديلا او سلامي، الفراخ او اللحم، ودي موجوده عند اخواننا بتوع الايه ده، موجود تقريبا عند كل البقال كله بالشكل ده كله. هتجيبيها منها فراخ ومنها لحمه وفيها اشكال والوان، دينا ذكر اسماؤها اهو. ادي البطاطس بالشكل ده كده، عندنا السلامي ده كده منه فراخ ومنه لحمه اهي، حاجه حلوه الاطفال هيحبوها. ما عندكيش ده هات السجق، هات السوسيز، هات الهوت دوج، ده مشهور ومعروف منه الفراخ ومنه اللحمه زي الفل. نرص كمان صينيه من البطاطس عليها، تعملي صنف واثنين وثلاثه، اللي مش عاجبه ياكل من البطاطس ياكل من الكفته. شوربة الحريرة فيها اللحمة وفيها العدس وفيها الحمص وفيها الرز. اللي بيميز طبق الشوربة ده للأمانة مكوناته، فيها كل حاجة. هتقولي لي الرز مصري ولا بسمتي؟ يفضل رز مصري. ليه يا مغازي؟ علشان نشوياته العالية والكربوهيدرات اللي موجودة فيه بتديني قوام لطبق الشوربة. ليه سموها الحريرة؟ أنا مش هجاوب على السؤال ده ولا التفاصيل دي غير لما أنا أجي أقدمها. آدي الحليب عندنا زي الفل. ننزل بشوية الحليب كده اهو. هنا البطاطس بقى هتستوي، هتديني نشويات مع السلامي. في المرحلة الأخيرة من السوى هنزل بالكريمة اللباني وادخلها الفرن يا عم الشيف. حطينا دول كده زي الفل. معانا جبنة موزاريلا، بناخد شوية كده، الله أكبر اهو، ونحط تاني شوية حليب عليها. تقوم الجبنة تعوم في الحليب، تقوم ما تحمرش معايا بسرعة وما تاخدش لون بسرعة، التركاية دي مطلوبة. ننزل ببقية الحليب اهو، شفت الجو ده كده اهو. تخش على فين يا عم الشيف؟ على الفرن.
الصينيه الحلوه دي يا عم الشيف انا خدعت البطاطس، اديت لها كده غلوه على النار، حلتها يعني مستعده هي دلوقتي للتسويه. الحليب مغلي فكل حاجه جاهزه، دي مش عايزه لها في الفرن اكتر من 10 دقائق 15 دقيقه بالكتير، ولكن هتتحط فين يا عم الشيف؟ في ارضيه الفرن اهي زي ما هي كده. خلصنا من اول طبق بس ما خدش منه اهي دي طبق لما يبقى بقى كله مستوي مع بعض والبطاطس تستوي اسمها بطاطا قال او بطاطا جريتا. ايه الاخبار؟ بطاطا ان البطاطا استوت بسرعه ليه يا عم الشيف؟ التركايه خدت غلوه في الميه قبل ما انزل بيها على الحليب اهي. اللهم صل على النبي اهي.